عسلامة البنات، مرة أخرى. هذا كما قلت لكم نكملوا به الفيديو اللي عدى دركة على الجمال والصحة والجمال هما رأس المال. دركة نكملوا الموضوع اللي حبيت نحكي فيه معاكم، واللي هو على المرأة والراجل، يعني زوز مزوجين ولا حتى زوز مخطوبين. في الوقت هذا كاين ناس ياسر متزوجين عشرات من السنين، يا حسرة ما كانش حتى روح للحوار ما بينهم، يعني ما يحكيوا مع بعضهم، ما يهضروا مع بعضهم، ما حتى شيء. هذاك كي يحكي مع مرته يحس بالملل، والمراه كي تحكي مع راجلها كيف كيف تحس بالملل شويه، يعني شويه كيف نقولوا احنا، كاين اجفاء ما بيناتهم. علاه؟ باسكو هما ما يتسووش، ما يتفهموش في ما يتفهموش في العقليه وفي في الموضوع في حد ذاته. باغ اكزومبل نعطيك مان اكزومبل، يعني باغ اكزومبل المراه تروح للحفافه، هذا يعني مثال بسيط خلاص، مش تروح للحفافه هذيك الاخت وتعمل شعرها، تصبغ شعرها وتصور شعرها وتجي راجلها تقول له شوف شعري مليح، وهكا يطلع راسه يقول لها وي مليحه عجبتيني، وديك زوز كلمات ثلاثه وطبق وروح ليه، يرجع يدور للتلفزيون ولا شوف واش يعمل. تقلق هي، تقلق لانه ما حكاش معاها مده اللي هي حبتها، اللي هي تشبعها هي في حد ذاتها. علاه؟ بغابور لو كان تروح لصاحبتها ولا لاختها ولا لجارتها تقولها شوفي شعري كيف ما عجبك ولا لا، هي يديو حكايات وحكايات، تولي موسوعه كبيره على هذيك شوفي شعري مليح ولا لا، شوفي كيف خدمت. دوك تقولها عند من خدمتيه وكيف خدمتيه وشعرك مره الاولى هاو كيفاش كاين، وهذا طلع عليك خير وش من صبغه وبقداه خدمتي، وبعد يبداو يجبدوا موضوع على موضوع، يجبدوا موضوع نتاع الشعر، من بعد يدخلوا في الموضوع تاع لي غاب، بعد يزيدوا يدخلوا في الموضوع تاع تربيه الدراري، يعني كشغل مدخل فقط، ومن بعد توسع عليهم الحكايات، ينسوا رواحهم وتفوت حتى بالساعتين بالثلاثه وقاعده مع الحباب ما نملوش منها. اما الراجل لا، يعني عكسه ذلك، وانت يا تقلقي منه اختي. اما دوكا نعطيك مثال اخر على الراجل. درك هو قاعد يتفرج باغ اكزومبل، يتفرج في الماتش، يتفرج باعماقه كلها بحراوي كلبه كيما نقولوا احنا، يجي يهضر لك قلق واحد من جواه ولا قلق الاربيتر ولا قلق معلق. المهم، ولانه ما كانش واحد قدامه يحكي له، سواء صاحبه ولا اخوه راجل زيه يعني، وانت هي اللي قاعده قدامه، يولي يحكي لك يقول لك شوف يا داك كيفاش هكا وكيفاش عامل، شوف يا داك كيف هضرب البنات هذاك، كيما نقولوا حنايا بومبو زيد ما مدش البنان للفغولي، فغولي ما ضربش بنان مليح، ويبقى يحكي يبقى يحكي في هذيك الحكايه. ورا بعضها انت تحسي بالملل لانه ماهوش الدومين تاعك، انت تولي تقولي واش دخلني انا يحكي لي زيك، تقولي هذا واش تقول، توقفي عليه وتخليه، ولا تقولي له انا واش راح لي فكني منهم، وتروحي وتخليه وما تعطيه حتى اهميه. بصح لو كان يحكي موضوع هذا مع صاحبه ولا مع اخوه ولا مع جاره ولا عنده ولده كبير في الدار حتى هو يحب البنات، دركا يتوسعوا في الموضوع هذا ويبقاو يحكيوا وينساوا رواحهم ويفرهدوا على رواحهم يعني مليح. من مدخل هذا حبيبتي حبيت نقول لك كوني ذكيه مع راجلك، يعني بون انا اللي عن بالي، يعني المراه نزل عليها الهم كله، ودائما نقولوا كوني انت هكا وكوني انت هكا وكوني الا غالب ربي خلقنا زيك، لازم المراه هي اللي تكون، هي تكون القفه اللي تهز كلش، والراجل راهو هذيك العروه اللي نهزوا بها القفه. باش تحطي في بالك احنا القفه كامله والراجل العروه اللي تتهز بها القفه، لانه بلا عروه ما نقدروش نهزوها هذيك القفه، والقفه في النص شوف واش هزه، هزه كلش تاع الخضره، تهز لك الاليمونطاسيون، تهز لك الخضره، تهز اللحم، تهز الدجاج، تهز كلش. اما المراه تهز تعب تاع الدري تاع الراجل، خدمه الراجل، الماكله، اطياب مرضها، يعني هي ممرضه وهي طبيبه وهي فام دو ميناج، يعني سمحوا لي في الكلمه هذه، وهذيك هو الصح، ما قدرتش نزيد نزينها. فام دو ميناج مش وشي، هو ماهيش عيب يعني، خطا كاين وحيد يقول لك يمكن، الله اعلم، انا ما عرفش عقليه تنسى. وكيف كيف هي طباخه، هي شاف، هي المؤنسة تاعهم، تحكي معاهم تضحك معاهم، هي المربية، هي المعلمة، هي تاع الحضانة هذوكا، يعني كلش كلش تعمل لهم هي كل حاجة. وصيغتو المرأة العاملة لهنا، يعني كي نرجعوا للعقليات نتاع المرأة العاملة، المرأة اللي قاعدة في الدار، تلقي المرأة العاملة الحوار مع راجلها تلقيه أكثر متفتح أكثر من المرأة اللي قاعدة في الدار.
دوك المرأة كي تكون تخدم تخرج برا تشوف وجوه جديدة، تسمع مواضيع جديدة، عندها كما نقولوا الإدارة تاع المؤسسة اللي راهي فيها، سواء تقري ولا تخدم في أي مؤسسات أخرى، يعني عندها باغ اكزومبل تروح لابوست تلقى مشاكل، كي تجي تلقى مشاكل من برا كيما كا، ولا موضوع شافها شافته وشغبها وجات تحكيه مع راجلها، دوكا رايح يحكي معاها نورمال، وتكون هي تحكي معاه بالطريقه نتاعو هو، بالاسلوب نتاعو هو، باسكو باغ اكزومبل تقولوا المدير تاعي هكا وهكا، هذاك يخدم معايا هكا، هذيك تخدم معايا هكا، يعني قريبه منه، قريبه من 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 حياته اليوميه، قريبه من حياته العمليه. اما المراه اللي قاعده في الدار نو، الا اذا كانت المراه اللي قاعده في الدار تحاول بكل جهدها انها تكون مرأة مثقفة، مرأة مخها واسع، تلاقيها دائما تشوف في الجديد، دائما تشوف في الأخبار في التلفزيون في اليوتيوب، دائما مع الفيسبوك تشوف وش كاين مشاكل وش كاين أخبار وش كاين هكا، دائما تسمع غير الحوايج اللي يفتحوا لها مخها ويخرجوها من الدومين تاع الكوزينه وتاع الاولاد، باسكو على انه تحكي له حاجه في الكوزينه ولا حاجه في ولاده تاع كل يوم ولا حاجه اللي كنتي عملتيها، رايح يحس بالملل، ما راحش يسمعك وتهناي ارقدي بالنوم باللي ما راحش يسمعك، لانه الراجل يحب المراه القافزه والمراه الناضجه. خلي كلماتك ناضجه قافزه، يعني حوايج تدل على نضجك، حتى كي يجي يحكي معاك راح يحس باحترام، راح يحس بالهيبه، راح عندي روحك حوايج ياسر كيف نقولوهم احنا، حوايج تاعك انت وحدك، حتى كي تحكي فيهم يحب يكتشفهم، يحب يعرفهم، انه الراجل ما يحبش. وما تقوليش حبيبتي انه الراجل وحده يقدر يعمل، يقدر يواجه الحياة، بالعكس والله بدونك انت حبيبتي ما يقدر يعمل والو، مش يعني قدراته محدودة ولا ما ينجمش على شقاه، ولا الراجل يحب واحد يسانده، واحدة يتهنى كي غيب يتهنى بها، يتهنى على حرمته، يتهنى انه امرأة، يعني يتهنى على وليداته، امرأة مستحفظة ليه على داره، تكوني كيما نقولوا احنا راجل ومراه. كاينه واحده حبيبتي اسمها امان، راجلها يخدم في الصحراء، ضحكت من شوي قالت لي كي يكون راجلي في الدار نكون اسمي امال، وكي يكون راجلي راح يخرج قالت لي كي يكون راح يروح وانا نقول له ابقى على خير، ونقول له دركا اني مانيش امال، دركا راني كمال. وعلاه؟ باسكو باش اعتمدت على نفسها، تقمصت الشخصيه تاع الراجل، يعني كانت امراه كي يكون راجلها تم تكون امراه فقط، كي يكون الراجل غايب تكون امراه وراجل، وهذه النوعيه تاع انسان تحيهم وبارك الله فيهم، وراه الاصل هو اللي يعس على المراه ماهوش حتى حاجه اخرى، وقبل ما يقولوا مرت شكون وام شكون يقولوا بنت شكون، دائما المراه ما دابينا تخلي روحها يعني هيبه، تخلي روحها ياقوته، تخلي روحها كيما نقولوا تمشي وطلع لها زي هكا، الناس يهابوها غير من الحرمه اللي راهي عملتها لروحها، لانه وين تحطي روحك حبيبتي تلقاي روحك، لانه كيما قلت لك الراجل بدونك انت راهو ما يقدر يعمل حتى شيء، وكيما قلت لك ماشي بيك يعني نقولوا يعني استقلوه ولا والو، لا، وكيما كاين مثل يقول وراء كل رجل عظيم امراه، على هذاك لازم الفكره اللي تحبي تحكي فيها مع راجلك يعني ولا خطيبك لازم تكون تهمه هو اولا، با يقدر يسمعك ويتحاور معاك، انه كي تكون هو بطبعه اناني يحب حاجه تهمه هو، احكي له في حاجه تهمه هو يعني بالذكاء تاع المراه وتخصه هو، باش يقدر يسمعك ويقدر يفهمك، ومن ثم ادخلي الموضوع كنتي اللي مشغشبك ولا اللي حبيتي تحكي فيه، ولا لانه ديجا كي تبداي تحكي له في المواضيع اللي تهمه هو واللي يحبها راح تبداي ترقلي له في مزاجه بشويه بشويه، وتحلاله الحلقه معاك اوب، وطيشي له الحاجه اللي تهمك انت، هنا تلقايه قاعد يسمع لك وقاعد يتحاور معاك، وماذا بينا خلو دائما روح الحوار ما بيناتكم كبيره، ووسعوا الحوار ووسعوا النقاش ما بينكم، لانه حتى الاولاد راح يتعلموا يهضروا، يتعلموا كما نقولوا روح الخطابه، كاين في الخارج يعملوا لولادهم يدخلوهم يقريوهم الخطابه، الخطابه هذه موجوده عندنا حنا المسلمين،
من وقت الصحابه، احنا ما ناش نعملوا فيها مي في الخارج عند الغرب، عاملين لها عاملين لها جامعات كبار ومدرجات يقريو في ولادها ملي يكون عمرهم 5 سنين وطلع، روح الخطابه يعود يهضر هذاك الصغير واثق من نفسه، يعرف يناقش، يعرف وقتاه يهضر وقتاه يسكت، الموضوع اللي يهضر فيه في الوقت المناسب وهكذا. المهم موضوع هذا راه شيق ومليح، ان شاء الله اخواتاتي نكملوه مره جايه. نستنى تعليقاتكم انكم تردوا عليا، لانه هذا موضوع مهم وهذا بوابه كبيره ندخلوا بها بزاف امور ونحلوا مشاكلنا بشويه، والله لا يجعل لنا مشكل ان شاء الله. دمتم سالمين حبوباتي العزيزات على قلبي، والمره الجايه ان شاء الله موضوع